لما نقول، فنقول لهم، فنقول لهم: إننا سعداء بكم، إننا سعداء بكم، والله تسعد الروح بذكراهم، هم معدن الخير في الناس طابت سجاياهم، فيا رب احفظهم، فيا رب احفظهم وزدهم في مزاياهم، وبلغهم منامهم، واغفر لهم خطاياهم، آمين يا رب العالمين. ارتأى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تاجنوت، وارتأينا نحن أيضا في أن نستسمحه عذرا في كلمة ترحيبية في هذا المجمع المبارك، فليتفضل.